كل شيء حي. هو كل شيء على شغالين بمبدا ان يشتغل في الميه له اجر واجره، اجر من الدوله، اجره من الدوله واجر من الاسره. قبيله قريش لما جم قالوا سقايه الماء ومين يسكن الحديد قبل الاسلام يعني، هم اختاروا اعز حاجه قالوا احنا هنسكن، يعني هم اغنى كابوين. انت خدت الحسنى غير المصري وحامل لقب عدد من الأرقام القياسية العالمية. حاليا احنا في الرحلة الى مؤتمر المناخ. الرحلة ديت فعالياتها بدأت من مدينة أبو سمبل وهتعدي على جميع محافظات مصر لرفع الوعي بالتغيرات المناخية ونقل قصص النجاح والتحديات في العمل المناخي في مصر. النهاردة احنا في محافظة مطروح في محطة لتحلية مياه الشرب بمياه البحر عشان يتم استخدامها في الشرب اسمها بوميلا، وإن شاء الله مكملين النهاردة لمدينة سيوة، وبكرة إن شاء الله هنبدأ نروح أماكن تانية لحد ما نغطي جميع محافظات مصر، والرحلة إن شاء الله تنتهي في مدينة شرم الشيخ أثناء افتتاح مؤتمر المناخ إن شاء الله.